جامعة قطر، مكتب البيئة والسلامة بإدارة العمليات والمرافق الجامعية. تعليمات وإرشادات السلامة والإخلاء في حالات الطوارئ أو الحريق. في حال حدوث أي طارئ يجب عليك التقيد بالتعليمات التالية لضمان سلامتك وسلامة محيطك. عليك معرفة مخارج الطوارئ مسبقاً والتعرف إلى مسالك الهروب الرئيسية والمسالك البديلة الأخرى الموضوعة بخرائط الهروب المتواجدة بالمبنى. كن مستعداً لتبيين طريق الإخلاء والطريق البديل. عند اكتشافك لحريق لا تفزع، احتفظ بهدوئك. قم بتفعيل إنذار الحريق يدوياً. واتجه إلى أقرب هاتف واطلب الرقم 3999 وقم بإعطاء البيانات عن مكان وحجم الحريق وبيانات مختصرة عنك. اسحب مسمار الأمان في المنتصف، وجه نحو قاعدة النار، اضغط زناد المقبض، رش محتوى الطفاية مباشرة على قاعدة الحريق. لا تضيع الوقت في أخذ المستلزمات الشخصية، بل اكتفي بالأغراض الهامة. إذا حوصرت في غرفة، بلل قطعة قماش وضعها حول وأسفل الباب لتمنع الدخان من دخول الغرفة. إذا أحاط بك الدخان، اهبط على يديك وركبتيك وازحف نحو المخرج. ابق منخفضاً حتى يصل الدخان إلى مستوى السقف. غادر فوراً واتجه نحو أقرب مخرج أو درج، وأغلق الأبواب خلفك. لا تستعمل المصعد بتاتاً. تذكر مهما حدث أنه لا يمكنك الدخول إلى المبنى بعد خروجك منه إلا بإذن من الدفاع المدني أو طاقم جامعة قطر. على جميع المتواجدين التوجه نحو نقطة التجمع المخصصة لكل مبنى وانتظار التعليمات بالدخول أو تعليمات أخرى. نقطة التجمع 38. نقطة التجمع 9. على جميع المتواجدين التوجه نحو نقطة التجمع المخصصة لكل مبنى وانتظار التعليمات بالدخول أو تعليمات أخرى. على جميع المتواجدين التوجه نحو نقطة التجمع المخصصة لكل مبنى وانتظار التعليمات بالدخول أو تعليمات أخرى. نقطة التجمع 39.
على جميع المتواجدين التوجه نحو نقطة التجمع المخصصة لكل مبنى وانتظار التعليمات بالدخول أو تعليمات أخرى. نقطة التجمع 13. إدارة العمليات والمرافق الجامعية، مكتب إدارة البيئة والسلامة، جامعة قطر، معا نحو مستقبل آمن.